السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنفنتينيو رئيس الفيفا يستفز الجزائريين، يا ترى كيف بيستفزهم؟ بتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. طبعا في مباراة أمس كانت قطر وهولندا، بالنسبة لإنفنتينيو كان حاضر هذا اللقاء وكان بيدعم بكاري جسامة في التحكيم، يعني كانت واضحة جدا كأنه يستفز الجزائريين بهذا الموضوع، أنه كان موجود يشجع بكاري جسام أثناء تحكيم مباراة قطر وهولندا. طبعا الجزائريين كانوا موجودين وكان هناك هتافات ضد جسامة وضد إنفنتينيو، كانت هتافات كثيرة جدا مما جعل حتى أنه بكاري جسامة يتشتت في التحكيم. ربما كانت هتافات كثيرة من الجزائريين ضد إنفنتينيو، ولهذا كان إنفنتينيو موجود وسط المدرج عشان كان تحكيم بكاري جسامة. طبعا هذه الصورة زي ما حكيت لكم انه خرج وسط حراسة مشددة خوفا طبعا من الجزائريين، وحضور إنفنتينيو كما ذكرت فقط استفزاز الجزائريين انه موجود لتشجيع بكاري جسامة. انتظر ارائكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو، والسلام عليكم.